السقط والحيل هم يمثلون الحرية، يمثلون العبودية والذلة، فنهانا الشيطان أدلة الشيطان حقرة. أمام طهر الطفولة البريئة يطفح قيادي حوثي بكل الألفاظ والاتهامات التي ألقاها بحق المحتفلين بثورة 26 سبتمبر، وأن تقال هذه الألفاظ داخل مدرسة ممتلئة بالطلاب فتلك لوحدها جريمة. فكيف إن كان المقصودون بالألفاظ والاتهامات هم أقارب الطلاب، بل والطلاب السامعين أنفسهم الذين اتضح من خلال سؤال القيادي الحوثي لهم أنهم لم يذهبوا نحو فعالياتهم الإجبارية؟ الذي راح 70 يحتفل بمولد رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وطهر يرفع يده، الذي راح 70 أولادي يرفع يده. صدق صدق يا أستاذ أحمد. شوف، ولأن رد الطلاب جاء صاعقا للقيادي الحوثي الذي وجد نفسه أمام طلاب يؤكدون صراحة أنهم يحبون النبي لكنهم يدركون جيدا الفارق بين الاحتفاء بالحوثي والاحتفاء بالنبي، لأن مثل هكذا رد زلزل القيادي الحوثي. صعدت تشنجاته وتصاعدت نبرته وقذفه للثوار، وخلف كل لفظ قبيح بدا الحوثي وكأنه يشعر بلذة الانتقام من الطلاب، الانتقام من جيل يرفض أن يكون حوثيا، لأنه يدرك أن الحوثية تنازل عن كرامة الإنسان وحريته وكذب باسم الدين الذي يشوهونه وسقوط لا يتورع معه صاحبه أن يقول كل قبيح لمن يعارض قبحه حتى لو كان طفلا أو طالب مدرسة يجلس أمامه. الذي ما قال هذا الصوت يبصر في نفسه داخل نفسه، ما هو؟ هل هو رجال داخل نفسه ولا صعلوك؟ انسى الذي ما قال لبيك يا رسول الله، انتبه. الصعلوك هذا يبدا صغيري وبعدين يرجع يقع صعلوك كبير.